والاستغلال الطبقيين. شهداء الحركة الطلابية المغربية القاعديين تريدم لأبو بكر وبالهوال مصطفى. شهداء كل محطات نضالية على المستوى الوطني. مرورا إلى الشهداء الغطرسة الظلامية. شهداء الذين اغتالتهم أيادي الغدر والظلام التي تسمى زورا وبهتانا جماعة العدل والإحسان بين آلاف الأقواس. كل من رفيق المعطي بومالي، رفيق قيد الجد محمد بن عيسى، عمر بن جلون، وقاطبة الشهداء التي اغتالتهم هاته العصابة الإجرامية الإرهابية. صمودا ونضالا وثباتا عن المبادئ إلى كل معتقل سياسي القابعين في سجون الذل والعار. معتقلي المؤامرة 24 أبريل مدينة فاس. معتقلين السياسيين كل من الرفيق نعيم الزرايت وكذلك الرفيق حمزة محسن. أمة حمزة زغريدي، أمة حمزة زغريدي، أمة حمزة زغريدي، أمة حمزة زغريدي. كل الرفاق أولادك، كل الرفاق أولادك، كل الرفاق أولادك، كل الرفاق أولادك. مجددا من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب استرسالا في المعركة النضالية المفتوحة دفاعا عن براءة رفيقنا حمزة محسن من كل التهانم والفق لهم، كذلك رفيقنا نعيم الزرق توام وهي مفبركة من صنع خيال جماعة العدل والإحسان بين آلاف الأقواس. دفاعا وتأكيدا على براءة رفيقنا حمزة محسن تم محاكمته الأسبوع الماضي وتم إيداعه في السجن المحلي لمدينة سلوان، كما قلت على خلفية تهم مفبركة وهي من صنع خيال الجماعة الخرافية. من أجلنا نقيل، من أجلهم نناضل، من أجلنا نقيل، من أجلهم نناضل، من أجلنا نقيل، من أجلهم نناضل. مجددا من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نؤكد من خلال استرسالنا في الأشكال النضالية دفاعا عن براءة معتقلين السياسيين من كل التهم المفبركة لهم. هذا اليوم هيئة دفاع معتقلين السياسيين حطت ملتمس، النيابة العامة حطت ملتمس للغرفة الجنائية على أساس أنه يطلقوا الرفاق، يطلقوا الرفيق في حالة صراح ومتابعته في حالة صراح. لكن نتفاجأ اليوم بأنه تأجلت أسبوع من أجل البث في الملتمس. تفاجأنا اليوم بأن الملتمس تأجل في البث فيه إلى يوم الأربعاء المقبل. نؤكد على تجسيدنا كل خطوات النضالية الميدانية إلى غاية فرض إطلاق سراح رفيقنا الغالي حمزة محسن، لأنه بكل بساطة بريء كل براءة من كل التهم الملفقة للرفاق وباقي الرفاق المتابعين. بالمواساة مع محاكمة رفيقنا حمزة محسن في شوط آخر
من الأشواط في المحاكمات السورية في حق رفاقنا. يوم غد كاين جلسة أخرى للرفيق سفيان أحداث كذلك مناضل الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين حاليا في الريج فصيل طلبة القاعدين، متابع على خلفية نشاطه في الحركة الطلابية المغربية موقع سلوان، كذلك على خلفية نشاطه في الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين بالمغرب. ندين وبشدة كل التهم المفبركة في حق رفاقنا، ونؤكد على براءة رفاقنا من كل التهم الملفقة له. حاليا غادي نمشيو خطوة اعتصام جزئي أمام محكمة الاستئناف إلى غاية نتأكدوا من جميع المعطيات والمستجدات باش نخبروا بها الرأي العام الطلابي المحلي والوطني، وكذلك كل الجماهير الشعبية. إلى هنا تحية نضالية عالية، المجد الخالد إلى رفيقنا حمزة محسن. الحرية الحرية لرفاقنا في فصيل الطلبة القاعدين، وتحية نضالية عالية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكو مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.